هني راسك ملي كرتوش تاع الامبريمونت ديالك مع خزان الحبر تاع الطابعه الجديده كانون بيكسما جي سيريز، تقدر تامبريمي 12000 ورقه باقل من 2 دينار للطبع. موجود في شبكه توزيع سابي سيستمز. يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمه ديزاد ديجيتال سكول. يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة سابي سيستمز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم معنا مجددا في برنامج أستاذي في موسمه الثاني. سنقدم لكم إن شاء الله موضوعا في مادة التسيير المحاسبي والمالي، ألا هو موضوع أو جزء من مادة التسيير المحاسبي والمالي هو أعمال نهاية السنة. سنعرض عليكم إن شاء الله موضوع الذي اخترناه لكم اليوم في مادة التسيير المحاسبي والمالي في جزئه الثاني، وهو أعمال نهاية السنة. لدينا نص الموضوع: من الضافات المحاسبية لمؤسسة سنديباد العالمية بتاريخ 31/18/2018 استخرجنا المعلومات التالية. هنا قدمنا لكم موضوع في أعمال نهاية السنة، يعني بدون ما نقدم ميزان الجرد قبل ميزان المراجعة قبل الجرد، يعني ندوكم معلومات في شكل ملاحق، يعني تثبيتات، مخزونات، زبائن، تقارب بنكي. نبدأ بالجزء الأول وهو معالجة التثبيتات. هنا لدينا جدول يوضح التثبيتات العينية. طريقة الاهتلاك، هنا طريقة الاهتلاك الخطي. لدينا البناءات 213، عندنا القيمة الأصلية، مدة الاستعمال، تاريخ الشراء، خسارة القيمة، وعندنا الملاحظة هنا التنازل. يعني هنا الطالب لما يشوف موضوع أمان نهاية السنة يعني يقدر يبدأ بأي جزء، ليس شرط أنه التلميذ يبدأ يعني مثلا بالتثبيتات ثم يروح المخزونات ثم الزبائن. ممكن أنه التلميذ يبدأ مثلا بالتقارب البنكي، يبدأ بيسوي الزبائن، ممكن كذلك أنه يقوم بتسوية المخزونات. يعني هنا الأسئلة تكون مستقلة وليست يعني متسلسلة. نبدأ بهنا عندنا التثبيتات، قلنا عندنا 213، ثم عندنا 218 وهي معدات النقل. لدينا قيمة الأصلية، المدة، تاريخ الشراء، هنا ما عندناش، عندنا قيمة قابلة للتحصيل. يعني هنا القيمة القابلة للتحصيل، مجرد أن نشوف القيمة القابلة للتحصيل معناتها هنايا التلميذ يفهم بلي هناك منحسبو خسارة للقيمة. إذا هنا عندنا في الأول تنازل، عندنا هنايا خسارة القيمة إضافة إلى تسجيل أقساط الاهتلاكات. ثم عندنا هنايا التنازل في 24 جوان 2018 عن معدات النقل بمبلغ 54000. المحاسب لم يسجل أي قيد. كي نشوفوا العبارة أن المحاسب لم يسجل أي قيد، أي أن قيد التنازل لم يسجل بعد، وقسط الاهتلاك في نهاية السنة كذلك لم يسجل بعد. إذا نروحوا لوضعية المخزونات، عندنا هنا مخزون البضائع وعندنا التموينات. هنا بدنا القيمة الإجمالية، الخسارة القيمة السابقة، وسعر البيع المحتمل. هنا عندنا خسارة قيمة سابقة، معناتها هنا عندنا سعر البيع المحتمل في 31/18/2018. معناتها هنايا نحسب، نقوم بحساب، كي نشوفوا الوضعية هذه لدينا هنا خسارة قيمة جديدة وعندنا خسارة قيمة قديمة. معناتها هنا التلميذ يفهم لما يكون عندنا خسارتين قيمتين في نفس الوضعية ماذا نفعل. ثم عندنا كذلك التمويلات الأخرى، كذلك لدينا هنايا القيمة الإجمالية اللي هي القيمة المحاسبية، خسارة قيمة سابقة، وسعر البيع المحتمل. ثم عندنا هنايا ما يسمى بفروق الجرد. عرفت البضاعة فرق جرد سالب. هنا طلنا الفرق الجرد سالب مجرد راح نسجلوه مباشرة، يعني هنايا فرق الجرد عندنا سالب وموجب، ولدينا عندنا مبرر وغير مبرر. تسمى هنا عندنا أربع حالات، تلميذ هذو هنا يحفظهم، يقوم بحفظ هذه القيود المحاسبية. ثم عندنا وجود فاتورة شراء بضائع بقيمة 45000 لكن الفاتورة لم تستلم بعد. هنا مباشرة يعني أعمال نهاية السنة القيود تقريبا التلميذ بمجرد أنه يقرأ العبارة يفهم الحل. هنا يا فاتورة لم تستلم بعد، يعني قيد عدم استلام الفاتورة. ثم عندنا وجود حساب 382 تموينات أخرى مخزنة مدينا. يعني هنا نشوفوا عندنا البضاعة الفاتورة اللي احتلك المخزون راح في الخارج، يعني نقوم بتسجيل محاسبي المناسب له.
بعد ذلك عندنا وضعية للزبائن. احنا عندنا وضعية الزبائن، كما الزبائن عرفنا تقريبا كاين 6 حالات للزبائن. عندنا الزبائن عاديون، ممكن زبون عادي يصبح مشكوك فيه او يفلس. عندنا المشكوك ممكن انه يبقى مشكوك او يذهب للترصيد او يفلس. ولدينا كذلك عندنا الزبون العادي ممكن انه التسويه تاعو يفلس. اذا هنا عندنا حالات للزبائن. هنا التلميذ في الزبائن يعني تقريبا ما كاش احتمالات كثيره، يعني احتمالات صغيرة على التلميذ أنه يفهم كيف يحلل وضعية الزبائن. لدينا هنا مثلا الزبون عمر، أعطونا الدين تي تي سي، ما أعطوناش خسارة القيمة. الخسارة القيمة سواء كانت سابقة أو الخسارة الجديدة دوما تحسب على المبلغ خارج رسم، يعني أورتاكس. معناتها تي تي سي راح نقسموه إما على 1.17، إذا مدوا لكم في التمارين التي فيا 17% سوف نقسمه على 1.17. إذا مدوا لنا تي فيا 19% مثلا 2019 مع تغيير قانون تاع الرسم على القيم المضافة، إذا مدوا لنا الرسم على القيم المضافة 19% راح نقسمه على 1.19. معناتها تي تي سي على 1.17 أو 1.19 سوف يعطينا المبلغ خارج رسم، نضربه في 30% راح يعطينا الخسارة السابقة. ثم نشوف الوضعية. الوضعية تعطي لي يعني الصورة التي سوف يصبح عليها هذا الزبون. مثلا زبون عمر كان زبون مشكوك فيه، قال لك يحتمل عدم تسديد. كي نشوفوا العبارة دي يحتمل عدم تسديد جزء، معناتها هنا زبون مشكوك فيه باقية مشكوك فيه. هنا نشوفوا الخسارة السابقة والخسارة الجديدة، هل نقوم بزيادة الخسارة أو نقوم باسترجاع جزء من الخسارة. ثم لدينا زبون حسين كذلك نفس الفكرة، يعني الخسارة السابقة تحسب على مبلغ خارج رسم. روح نشوف هنا إفلاس نهائي، معناتها هنا مباشرة التلميذ يحفظ القيد. زبون مشكوك فيه يفلس، وش هي الحالة أو كيف نعالج هذه الوضعية. ثم عندنا زبون أمين يحتمل تسديد. هنا نعرف بلي في الخسارة الجديدة، خسارة القيمة الجديدة تحسب على المبلغ الغير مسدد، يعني النسبة الغير مسددة. هنا واش قالوا لنا؟ يحتمل تسديد 40%، معناتها المبلغ الغير مسدد هو 60%. كما هنا في الحالة الأولى يحتمل عدم تسديد 10%، معناتها هنا الفكرة عدم تسديد وتسديد، معناتها التلميذ ينتبه لهذه الملاحظات. بعد ذلك عندنا زبون عادي أفلاسة، أعلن إفلاسه، معناتها هنا مباشرة زبون عادي يفلس، هناك قيد محاسبي تلميذ يقوم به. بعد ذلك عندنا هنا يا التقارب البنكي، والتقارب البنكي ننصح التلاميذ أنهم دوما يبدأوا به لأنه يمكن يكسب نقاط بسهولة. معناتها نقطتين تلميذ يفهم المبدأ التقارب البنكي، يقوم بتسجيل محاسبي له وراح يربح جزء من الوقت. عندنا التقارب البنكي استخرجنا رصيد البنك مدين، معناتها هنا يا تقارب البنكي حساب مدين سوف يسجل عند المؤسسة، يعني 512. ثم عندنا من خلال الكشف المرسل للمؤسسة من بنك التنمية المحلي استخرجنا رصيد دائن، هذا الرصيد الدائن يسجل عند البنك، يعني مؤسسة البنك، يعني هنا البنك المقر تاع البنك. ويعود سبب اختلاف أو تطابق الرصيدين، عدم تطابق الرصيدين، إلى تحويل من الزبون عمر مبلغ كذا. احنا نعرفوا بالزبون كي يحولنا الحساب في البنك، معناتها من لديه ما وش شكون اللي ما عندوش علم، المؤسسه او البنك اللي ما عندوش علم نقوم بتسجيل المحاسبي عنده او القيمه المبلغ يسجل عنده. هنا عندنا المؤسسه دون اشعارها بذلك، معناتها المؤسسه ليس لها علم بذلك، معناتها المبلغ يسجل عند المؤسسه. ثم سجل بنك تنميه خدمات مصرفيه. حنا عارفوا بلي الخدمات المصرفيه ولا الفوائد المصرفيه ولا الفوائد لصالح المؤسسة وصالح البنك دوما البنك هو الذي يقدمها، معناتها المعلومة عند البنك موجودة، المعلومة المؤسسة غير موجودة عندها. معناتها هذه الخدمات المصرفية والفوائد البنكية دوما تسجل عند المؤسسة سواء في المدين أو في الدائن. لدينا شيك لصالح المورد، هنا قال لك لم يسحب بعد. شكون اللي قدم الشيك للمورد؟ المؤسسة هي التي قدمت شيك للمورد، لكن هذا المورد لم يذهب اليوم مثلا إلى البنك ليسحب هذاك الشيك. معناتها هنا المؤسسة في حساباتها راهي قامت بالتسجيل المحاسبي، لكن البنك ما الرصيد تاع البنك تاعنا مازال ما تحولش لأن هذا المورد لم يذهب بعد إلى البنك. إذا هذا هو التقارب البنكي تقريبا، راح نحاولوا فيه نحلوا بالتفصيل ونفهموكم كيف نقوم بالتسجيل المحاسبي اللازم. عندنا بعد ذلك
دفعت مؤسسة أعباء لإيجار بقيمة كذا. غير شوفوا هذا التاريخ، معناتها هنايا عندنا أعباء المعاينة مسبقا، ممكن يمدونا يا إما المصاريف نستعمل حساب 486 أعباء المعاينة مسبقا، أو يمدونا مثلا تقديم خدمات أو إيجارات، يعني مؤسسة أجرت، يعني هنا إيرادات نستعمل حساب 487. بعد ذلك عندنا هنا خسارة القيمة المدعاة في البنك، هذه الخسارة يعني تعمدت أنني نديرها في التمرين لأن كثير من التلاميذ يتغافل عليها أو ما يقومش بحل تمارين. هنا حنستعمل حساب 686 في حالة تسجيل خسارة القيمة، أو يمكن استعمال حساب 786 عند استرجاع هذه الخسارة. إذا تقريبا هذا هو التمرين تاع أعمال نهاية السنة، راح نرجع إطلالة خفيفة عليه. قلنا عندنا هنايا راح نسويو تثبيتات، ثم عندنا راح نسويو كذلك الصنف الثالث هو المخزونات، ونزيدو يعني فروقات الجرد وعدم استلام الفاتورة وعدم استلام المخزون. بعد ذلك نقوم بمعالجة الزبائن، تقريبا اخترنا لكم 3 حالات من الزبائن، ولدينا في الأخير التقارب البنكي وخسارة القيمة وحساب الإيجار 613. إذا تقريبا هذا هو نص التمرين تاع أعمال نهاية السنة، واللي قلنا بلي أعمال نهاية السنة هو جزء أساسي في المحاسبة، يعني في موضوع مادة المحاسبة. يعني عندك موضوعين في البكالوريا، هذا جزء أساسي سواء تنقاه في الموضوع الأول وفي الموضوع الثاني، لأن أعمال نهاية السنة تقريبا راح تقريبا يشمل فصل كامل، معناتها هنا فيه 6 وحدات، معناتها موجود يعني جزء أساسي في الموضوع الأول والموضوع الثاني. إذا نبدأ على بركة الله في الحل. السؤال الأول اللي مطلوب منه في التمرين قال لك المؤسسة هذه في تثبيتات سواء البناءات ومعدة النقل تستعمل الاهتلاك الخطي. هنا نعرفوا بلي هنا قانون تاع الاهتلاك الخطي اللي هو تي يساوي 100 على ان. احنا عندنا في الأول 213، عندنا 10 سنوات، يعني مدة الاستعمال هي 10 سنوات، معناتها هنا المؤسسة نقسمه 100 على 10 يعطينا معدل الاهتلاك الخطي هو 10%. وبالنسبة لمعدات النقل 5 سنوات، يعني نقسمه 100 على 5 يعطينا 20%. إذا تي 10% بالنسبة للبناءات، و 218 لمعدات النقل هو 20%. احنا نعرفوا خلاص لقينا المعدل. احنا عندنا واحد القانون نستعملوه بكثرة في المحاسبة التحليلية اللي هو مجموع الي ان يساوي ام ام في تي في ان. هذا القانون تقريبا نستعمله في 3 حالات، راح نقول لكم 3 حالات اللي ممكن الاسئله نستعمل بها القانون. السؤال الاول اللي نقدر نستعمله به هو يقول لك احيانا حدد تاريخ النشاه، حدد تاريخ نشاه المؤسسه. هنايا نعرفوا بلي مجموع الي ان هو مجموع الاهتلاكات المتراكمه، معناتها نحكموا هذه الاهتلاكات المتراكمة تاع المؤسسة من الاستعمال إلى غاية تاريخ الجرد، نشوف شحال القيمة تاعها. أم أ هو يمثل القيمة المحاسبية للتثبيت، تي يا إما يكون حسبناه أو يكون معطى في التمرين، والآن مجهول يقول لك حد تاريخ النشأة، يعني هذه المؤسسة متى بدأت يعني تعمل. راح نلقاو أن هنا دوما عند الحساب تاريخ النشأة سنة الجرد لا تؤخذ بعين الاعتبار. إذا قال لكم من ميزان المراجعة قبل الجرد يعني 2018، هنا انت تحسب حتى 2017، يعني 30 ديسمبر 2017 تبدا تحسب من 2017 وتهبط. مثلا عندك عامين تهبط تلقى في 2015 تاريخ نشأة في 1/2/2015، يعني سنة الجرد لا تؤخذ بعين الاعتبار. هذه السؤال الاول ممكن يجي في البكالوريا. السؤال الثاني ممكن يقول لك احسب معدل الاهتلاك المشترك. هنا في معدل الاهتلاك المشترك واش راح يمدونا؟ يعني كما قلنا نحسبوا هنايا التي، هنا يكون عندنا مثلا اله الف والاله با، او السياره الف والسياره با. هنا واش راح نديروا؟ القانون او هذا القانون نخليه كيما راه، ناخذوا مثلا هنا السياره الف نديروا بين قوسين ونزيدوا نحسبوا تاع السياره با. الام ا تاع كل سياره راح يكون موجود، الاهتلاك المشترك راح ناخذوه من ميزان المراجعه قبل الجرد، المده يعني نحسبوا المدة تاع كل سيارة من تاريخ النشأة إلى تاريخ الجرد قبل الجرد، وعندنا تي يبقى مجهول. إذا هذا تقريبا نخرجوا هنا تي المشترك بالنسبة للسؤال الثاني. أما بالنسبة للسؤال الثالث هنايا
حاله خاصه ماهوش ما نقولوش حاله خاصه ممكن السؤال هذا ما جاش يعني في البكالوريا. يقول لك احسب القيمه المحاسبيه للتثبيت المعني، او هنا نستعملوا مجموع الي ان عند التنازل. احنا نعرفوا بلي عند التنازل نقوم بحساب الاهتلاكات المتراكمه، والاهتلاك المتراكم هو ام ا في تي في ان، يعني نحسبوا من تاريخ الاستعمال الى غايه تاريخ التنازل. هذا هو تقريبا القانون، هذا نستعمله بكثرة، يعني نستعمله في ثلاث حالات كما وضحنا. الآن ننتقل إلى إعداد جدول الاهتلاك الخطي. هنا عندنا خسارة القيمة في سنة 2018، وحنعرفوا بخسارة القيمة تساوي الـ VNC ناقص PVN. هنا خسارة القيمة صارت لنا في 2019، سوف نقوم بحسابها. قبل ذلك احنا عندنا الاهتلاك المتراكم الى غايه السنه اللي حدثت فيها الخساره، عندنا هنايا سنه وعشر تقريبا 1.75 سنه. اذا عندنا القيمه المحاسبيه الصافيه الفي ان سي 300000، نعرفوا بلي الاهتلاك المتراكم هو 300000 في التي في ان، يعطينا هنايا 195000 القيمه المحاسبيه الصافيه الفي ان سي. نقصوا لها البي في ان سعر البيع الصافي، راح يعطينا خساره قدرها 15000. هذه 15000 نقوم بتسجيلها في سنة 2019. إذا نجيو الجدول تاعنا راح نشوفوا كيفاش ملء هذا الجدول. عندنا هنايا 300000 الام ا، هنا عندنا القسط 25 مارس، يعني هنايا شهر مارس لا يؤخذ بعين الاعتبار، يعني 3 شهور راح نحيوه، مش حيبقى لنا من عام، حيبقى لنا 9 اشهر، يعني هنا القسط سوف يكون 9 اشهر. إذا راح نضربوا 300000 في تي في 9 على 12، راح يعطينا اهتلاك 45000، بمعنى السنة الأولى سوف يكون الاهتلاك المتراكم نفسه. لا توجد خسارة قيمة، نحسبوا الـ VNC. هنا الـ VNC واش تساوي؟ تساوي الـ MA ناقص مجموع الي ان. ثم بعد ذلك في السنة الثانية 2018 عندنا هنايا سنة كاملة، يعني هنا سنة كاملة ناخذ القسط كامل. واش نديرو؟ ام ا في تي في ان، او ام ا في تي حاتينا القسط قدره 60000. هنا الاهتلاك المتراكم، يعني راح نجمعوا الي ان الاول مع الي ان الثاني، حاتينا مجموع الي ان 105000. هنا الفي ان سي واش تولي الفي ان سي؟ راح تولي لنا الام ا ناقص الي ان ناقص بي في، اللي هي خساره القيمه، هذه بي في خساره القيمة، وهذه مجموع الي ان. اذا ام ا ناقص مجموع الي ان ناقص بي في حيعطينا الفي ان سي، وعادة ما تكون الفي ان سي هي سعر البيع الصافي. اذا هنا عندنا خسارة قيمة. بعد خسارة القيمة نعرفوا بلي احنا خسارة القيمة تؤثر على جدول الاهتلاك. القانون واش يولي القانون؟ راح يتغير. الي ان تساوي الفي ان سي على السنوات المتبقية. هنا عندنا 1.75 سنة، يعني هنا 1.75 بالنسبة إلى غاية حدوث الخسارة. حنعرفوا بلي ان لمدة الاستعمال هي 5 سنوات. 5 سنوات ناقص 1.75، يعني السنوات المتبقية هي 3.25. إذا راح نقسموا الفي ان سي اللي هي 180000 على 3.25 تعطينا قسط الاهتلاك بعد التعديل، يعني اللي نسجلوه هنا. بالنسبة للسنة الأخيرة هو قسط مكمل، يعني قسط الاهتلاك مكمل للسنة الأولى. السنة الأولى عندنا 9 أشهر، السنة الأخيرة تبقى لنا 3 أشهر، يعني حنديروا هكذا الي ان في ان سي على 3.25 في 3.12، راح تعطينا قسط الاهتلاك تاع السنة الأخيرة. لازم نلقاو هنايا من الخواص نلقاو صفر. إذا كما قلنا بلي قسط الاهتلاك اقساط الاهتلاك بعد التعديل عندنا تولينا 180000 على 3.25 تعطينا 55384.6. بالنسبة للسنة الثالثة الرابعة الخامسة، وهنا السطر الأخير، يعني السطر الأخير مع السطر الأول يعطينا سنة، يعني في المجموع كامل عندنا 5 سنوات. هكذا نكون قمنا بملء جدول الاهتلاك الخطي بوجود خسارة قيمة، وهذه قوانين ثابتة، يعني
دوما بعد التعديل الي ان يساوي الفي ان سي بتاع الخساره اللي في سنه الخساره مقسوم على السنوات المتبقيه. الان تقل الى الجزء الاخر، هنا معلومات او المعطيات سجلوهم حول كيفيه الحساب. انا قست اي تي لك السنه الاولى كما قلنا، الام ا في تي في 912 يعطينا 45000، بعد التعديل ولينا المده المتبقيه هي 325، ثم عندنا قسط السنه الاخيره هو يعني قسط سنوي في 312 يعطينا 13846.2. بعد ذلك عندنا انجاز جدول تقارب البنكي. راح نرجعوا لنص التمرين، هنا خذوا ورقه وقلم وسجلوا المعطيات او يعني الفكره اعداد يعني جدول تقارب بنكي اللي يتهرب منه التلاميذ، يعني هو بسيط جدا، فقط التلميذ لازم يفهم المبدا كيفيه يعني تسجيل المعلومه، يعني المعلومه كيف يحلل المعلومه. راح نرجع نص التمرين ونقراو. عندنا دفاتر المحاسبيه استخرجنا رصيد مدين. احنا الرصيد المدين هذا وين حيسجل؟ 30700 حتما سوف يسجل في المؤسسه، لان 512 بطبيعته هو مدين، معناتها 512 370000 هو رصيد اولي او رصيد قبل الجد. عندنا الرصيد الثاني هو رصيد دائن، يعني 76800 دائن، هنا حيسجل عند البنك، يعني هنا كي نقول البنك يعني مقر البنك اللي نتعاملوا معه. الان بقاو لنا بعض المعطيات، هنا يعني نشوفوا الارصده راهي مختلفه، راح نشوفوا ما هو سبب اختلاف او عدم تطابق الحسابات. نقرا المعلومه الاولى، تحويل من الزبون عمر مبلغ 180000 لحساب المؤسسه في بنك التنميه المحليه. هذا الزبون اللي تعامل مع المؤسسه راح فرسلنا دراهم في البنكه، معناتها شكون اللي عنده المعلومه؟ يعني المعلومه شكون اللي سبقاته المعلومه؟ المعلومه وصلت عند البنك لكن المؤسسه ما عندهاش علم. اذا هذا الزبون المبلغ هذا سوف يسجل في حساب المؤسسه. يعني احنا عندنا حساب تقريبا حساب 512 اللي هو اللي يمثل هو المؤسسة، وهنا عندنا البنك يعني هنا مقر البنك. هنايا المعلومات تاع البنك يعني المؤسسة اللي ما عندهاش علم سوف تسجل عندها، والبنك اللي ما عندوش المعلومة او العملية اللي صرات ما عندوش سوف تسجل عنده، وراح نوضحوهم في الجدول بالتفصيل. اذا عندنا تحويل من الزبون عمر، حنا نعرفوا بلي الزبون دوما سوف يعني يكون هناك الرصيد تاعنا سوف يزداد، يعني هنا البنك راح يزيد لان الزبون نبيعه للزبون، معناتها الزبون راح يسدد ما عليه، معناتها هنا المبلغ تاع البنك راح يزيد، معناتها هذا 512 هذا الزبون في حساب المؤسسه راح نسجلوه في المدين. ثم عندنا سجل بنك التنمية المحلية خدمات المصرفية. احنا نعرفوا بلي الخدمات المصرفية والفوائد البنكية لصالح المؤسسة والفوائد البنكية لصالح البنك كلها هنايا تنتج يعني تنجم يعني البنك هو اللي يقدمها، معناتها اللي عنده علم هو البنك، المؤسسة ما عندهاش علم، معناتها غير شوفوا خدمات مصرفية فوائد بنكية لصالح المؤسسة او البنك دوما تسجل في المؤسسة سواء في المدين أو الدائن. بما أن الخدمات المصرفية هي 627 هي مصاريف راح تسجل عند المؤسسة لكن في الدائن راح ينقص حساب البنك. أما الفوائد البنكية لصالح المؤسسة إيرادات راح تسجل في المؤسسة لكن في المدين، وفوائد لصالح البنك اللي هي بين قوسين نسميوها أعباء الفوائد راح تسجل في الدائن. وعندنا في الأخير شيك للمورد عبد المالك مسحوب على البنك التنمية المحلية مقدر 19300 لم يقدم للسحب. هنايا شكون اللي قدم الشيك للمورد؟ هي المؤسسه، معناتها المؤسسه عندها علم بذلك قدمت الشيك للمورد، لكن هذا المورد اليوم ما كانش عنده الوقت ولا بسبب التجاره ما ذهبش للبنك، معناتها هذا المورد ما راحش للبنك، معناتها ما استخرجش المبالغ، معناتها البنك لم يقوم بتعديل رصيد البنك تاعنا، معناتها هنايا هذه العمليه سوف تسجل عند البنك. بعد ذلك نقوم بإعداد الجدول تاعنا تقارب بنكي وتسجيل محاسبي. رجعوا للحل. إذا هنا عندنا تقارب بنكي كما قلنا الرصيد قبل الجر يمدوه لنا مدين، هنا دوما يكون مدين 30700، والرصيد قبل الجر يكون دوما دائن. قلنا زبون عمر
هنا نعرفوا بلي في المؤسسه هنايا المدين يزيد وفي الدائن ينقص، وفي البنك هنايا ينقص ويزداد من المدين. هنا عندنا الزبون عمر، يعني الزبون بعنا له سلعه معناتها راح يسدد، معناتها البنك سوف يزداد ب 180,000. الخدمات المصرفيه اللي هي حساب 627، بو هنا البنك عندنا 411، خدمات 627، فوائد البنكيه لصالح المؤسسه 768، وعندنا المورد اللي هو 401. بو هنا ما نسحقوش رقم الحساب لان التسجيل يكون عند البنك عند المؤسسه فقط. اذا عندنا الخدمات المصرفيه، حنا نعرفوا بلي خدمات المصرفيه البنك يقدم لنا خدمه، معناتها راح يسحب جزء من الرصيد تاعنا، معناتها هنا راح ينقص ب 1200. عندنا فوائد بنكيه لصالح المؤسسه، معناتها نركزوا مليح على المصطلح، خاطر ممكن يقولنا فوائد بنكيه لصالح البنك. الفوائد البنكيه لصالح البنك يقصد بها هنايا اعباء الفوائد 661، لكن هنا فوائد بنكيه لصالح البنك، معناتها هنايا 768. اذا عندنا 768 سوف يزداد ب 10,000. الان واش راح ندير؟ العمليه سهله وبسيطه، المبالغ في المدين نقوم بجمعها وننقص الرصيد او المبلغ اللي موجود في الدائن، حيعطي لي الرصيد مدين. لازم نلقاو رصيد مدين لان حساب 512 بطبيعته رصيد مدين. اذا 512 هنا الرصيد خرج لنا 57,500. نرجعوا لي البنك، هنا عندنا رصيد قبل الجرد مقدم 76,800، وعندنا الشيك للمورد. حنا عارفوا بلي المورد نشريو عنه البضاعة، معناتها حنا اللي ندفعوا المبالغ، معناتها الرصيد تاعنا ينقص ب 19,300. إذا نهبطوا الرصيد هنايا الأولي راح يولي المجموع 76,800، ونقصوا له 19,300 يبقى لنا 57,500. يعني هنايا رانا سوينا اختلاف أو عدم تطابق الحسابات. الآن هنا راهم مطابقين. بعد ذلك واش راح ندير؟ راح نقوم بالتسجيل المحاسبي. بوب التسجيل المحاسبي هنايا راح نعطيكم فكره بسيطه جدا. حنا واش التسجيل المحاسبي عاد من يكون؟ حنا عندنا دفاتر محاسبيه للمؤسسه، معناتها هذا الجانب طالب او تلميذ ما يخلوش بعين الاعتبار، معناتها هذا الطالب ما نشوفش فيه في التسجيل المحاسبي. راح ندير له هكذا، هذا الجزء كامل ما نشوفش فيه. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه الارصده لا تسجل، يعني الارصده ما تسجلوهاش، معناتها هذا الرصيد راح نشطبو والرصيد هذا راح نشطبو ما يتسجلش. واش حيبقى لنا؟ راح يبقى لنا هنايا ثلاث عمليات. بما ان 512 حنا نعرفوا بلي 512 قلنا مثلا اليوميه هنايا مدين راح يزداد وممكن ينقص منا، معناتها نطرح السؤال ما هي العمليات التي ساهمت في زياده رصيد البنك؟ هنا عندنا زبون، كل من الزبون والفوائد، معناتها هنايا 512 راح يزداد عن طريق الزبون وزداد عن طريق 768، معناتها راح نسجل الأرصدة كل من الزبون والخدمات عفوا الحساب هنايا فوائد البنكية لصالح المؤسسة منتوجات أخرى مع البنك. هذه بالنسبة للخطوة الأولى. الخطوة الثانية واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الخدمات المصرفية. الخدمات المصرفية هنا راهي في الدائن، يعني نقصت معناتها 512 راح يكون في الدائن مع حساب 627 بالمبلغ الموجود اللي هو 1200. هذا هو التسجيل المحاسبي للتقارب البنكي، والتقارب البنكي تقريبا هنايا اعداد الجدول مع التسجيل المحاسبي راح يكون عليه ممكن نقطتين، معناتها التلميذ ممكن يكسب نقطتين يعني بسهوله، يعني جزء بسيط تكسب نقطتين وهكذا، معناتها التلميذ يعرف يستغل الفرص، ماشي شرط لازم يبدا بالتثبيتات ولا الزبائن ولا المخزونات، تبدا باي جزء في اعمال السنه، فقط رقم وعلي وتسمي. اذا هذا هو تقريبا التسجيل المحاسبي. راح ندير هنا كتذكير، راح نوريكم التسجيل المحاسبي للتقارب البنكي. كما قلنا 512 هنايا باش زاد بالزبائن 18,000 وزاد بمنتوجات ماليه اخرى، يعني هذو الزوج نكتبهم هنايا ونجمعهم يعطينا مجموع البنك 28,000. وعندنا البنك نقص بالخدمات المصرفيه اللي هي 627، 1200 راح نسجلوها
هنا، يعني تقريبا هذا هو التقارب البنكي، قيدين المحاسبيين. هني راسك ملي كرتوش تاع الامبريمونت ديالك مع خزان الحبر تاع الطابعه الجديده كانون بيكسما جي سيريز، تقدر تمبريمي 12000 ورقه باقل من 2 دينار للطبع. موجود في شبكه توزيع سابي سيستمز. إذن كما شفنا هنايا، قمنا بإعداد جدول التقارب البنكي وتسجيل المحاسبي. الآن ننتقل إلى التسويات، يعني نشوف العمليات اللي ما سويناهاش. هنا عندنا التنازل عن البناءات. البناءات حنعرفوا بلي قانون التنازل يقول فائض ناقص قيمة، يعني إما 752 أو 652 يساوي سعر البيع أو مبلغ البيع زائد الاهتلاكات المتراكمة زائد خسارة القيمة ناقص الأمعة، هي 213. روحوا رجعوا نص التمرين تاعنا بالنسبة للبناءات. إذا عندنا البناءات، هنايا البناءات عندنا القيمة الأصلية اللي هي الأمعة 450000، وعندنا خسارة القيمة. راح نشوفوا كيف تؤثر خسارة القيمة على مجموع آلي آن. عندنا التنازل، هنايا قال لك على الحساب، يعني ماشي شيء. إذا قال شيك بانكي نستعمله 512، أما إذا قلنا على الحساب نستعمله 462. سوف نقوم بالعمليات المناسبة. هنا عندنا 24 جوان 2018، وشريناها في 25 مارس 2017. هنا وش عندنا؟ يعني هنا عندنا 9 أشهر، عفوا عندنا 6 أشهر في الأول، وعندنا هنا 6 أشهر في التنازل، والبقية راح نحسبه مش عندنا من السنة. عندنا المبلغ القابل للاهتلاك اللي هي قلنا باش نحسبه لمجموعة آلي آن. عندنا هنايا من 1/7/2011 إلى غاية 31/12/2017، هنا عندنا تقريبا 6 سنوات ونصف. هنا علاش نحسبوا 6 سنوات ونصف؟ لأن هنا مجموع الاهتلاك المتراكم خطي طريقة عادية. بعد هذه السنة كان عندنا خسارة قيمة، معناتها هنا بعد هذا راح يصير هناك تعديل. إذا نحسبوا الاهتلاك المتراكم 450000 في 10% حسبناها سابقا في 6.5 تعطينا اهتلاك المتراكم قدره 292500. اما قيس 2018 عندنا خسارة القيمة، حنعرفوا بلي الفي ان سي اللي هي ام ا ناقص اهتلاك المتراكم ناقص خسارة القيمة تعطينا 7.8500. على السنوات المتبقية، بما ان عندنا وقلنا بلي سنة و10، يعني 1.75 تبقى لنا، عفوا 1.5 تبقى لنا 3.5 باش نقفلوا المدة. اذا القسط هنا راح يكون 7.8 × 500، 3.5 تحنا 25000. هذا قسط سنوي تاع 6 اشهر في 6/12 او نقسموه على 2 راح يعطينا 12500. معناتها الاهتلاك المتراكم تاع 6 سنوات ونصف نزيدوا له اهتلاك المتراكم تاع 6 اشهر راح يعطينا مجموع الاهتلاك المتراكم اللي هو 292500 زائد 12500. سعر البيع مقدم لنا اللي هو 54000. خسارة القيمة موجودة والأمعة موجود. بتطبيق القانون فائض ناقص قيمة اللي هي مبلغ البيع ناقص مجموع آلي آن ناقص الخسارة 70000 ناقص الأمعة راح يعطينا هنايا ناقص 21000. نعرفوا بلي احنا كيكون النتيجة بالسالب ناقص 21000، معناتها هنا ناقص قيمة. إذا كانت النتيجة موجبة معناتها هناك فائض قيمة. إذا ناقص قيمة تسجل في حساب 652. راح نشوفوا هنا عندنا 462 اللي هو 54000، الاهتلاكات المتراكمة 305000 اللي هي تقريبا 7 سنوات، 6 سنوات ونصف نزيدوا لها قسط 6 أشهر. 70000 هي خسارة القيمة، ولدينا 21000 هي ناقص قيمة 652. اما في الجانب الدائن عندنا الام ا، هنا حنسجلوا الام ا 450000. اذا القيد واش حيكون عندنا؟ 462 28 13 29 13 652 مع
213، هذا هو قيد التنازل عن البناءات. حنا نعرفوا في التنازل دائما نديروا قيس الاهتلاك المكمل. قيس الاهتلاك المكمل هو هنايا 12500، هو تاع 6 اشهر يعني تاع السنه الاخيره. اذا عندنا هذا هو تقريبا القيدين المحاسبيين اللي سجلناهم. وكان عندنا سابقا معدات النقل، حنديروا لها تسجيل محاسبي ليكون من قيس الاهتلاك، بما اننا في سنه 2018 نحن ناخذوا قيس الاهتلاك تاع 2018 اللي هو 60000. وعندنا الخساره، خساره القيمه السابقه 15000، نقوم بتسجيلها مع حساب 680. اذا 680 28 18 و29 18، هو تقريبا تسويه التثبيتات. شفنا التسويه تاع معدات النقل وتسويه البناءات، هذا هو تسجيل محاسبي للصنف الثاني. بعد ذلك ان شاء الله راح ننتقل الى تسويه المخزونات. عندنا المخزونات، هنا في المخزونات مدونا كما قلنا سابقا القيمه المحاسبيه، ومدونا خساره القيمه اللي هي بي في، هذه تاع 2017 خساره سابقه، واعطونا سعر البيع الصافي. حنا عرفوا باللي الخساره القيمه تساوي القيمه المحاسبيه ناقص سعر البيع الصافي او القيمه السوقيه. معناتها القيمه المحاسبيه نقصوا لها سعر البيع الصافي في 2018 راح يعطي لي الخساره الجديده. الخساره الجديده تقريبا نحسبوا لقيناها 7000، والخسارة السابقة 5000. حنا نعرفوا باللي خسارة القيمة تساوي الفرق، فرق الخسارة يساوي القيمة، الخسارة القيمة الجديدة ناقص خسارة القيمة السابقة. 7000 ناقص 5000 تعطينا 2000 موجب، يعني هناك زيادة في مقدار الخسارة. وش معناتها؟ المؤسسة قدرت قيمة الخسارة ب 5000، لكن الخسارة الحالية 7000، معناتها حنا نرفعوا في قيمة الخسارة. بعد ذلك عندنا التموينات، نفس الفكرة. تموينات هنا عندنا الخسارة السابقة 4000، أما الخسارة الجديدة نقوم بحسابها. يعني عندنا 30000 ناقص 27500 تعطينا 2500. كي يكون عندنا خسارتين قيمتين دوما نحسب الفرق، والفرق يقول خسارة القيمة الجديدة ناقص خسارة القيمة السابقة. هنايا 25500 ناقص 4000 تعطينا ناقص 15000. إذا هنا استرجاع جزء من الخسارة. الخسارة السابقة قدرت ب 4000، أما الخسارة الحالية 2500، معناتها سوف ننقص أو نسترجع جزء من هذه الخسارة اللي هو قدره ب 1500. حنا راح نسجلوا، حنا عندنا قلنا زيادة في الخسارة وعندنا استرجاع في الخسارة. هنا راح نعطي تقريبا شرح مبسط حول خسارة القيمة يعني لكل الأصناف المحاسبية. هنا عندنا خسارة القيمة، عندنا 681، عندنا 683، عندنا 685، وعندنا 686. بالنسبة لتسجيل قيمة، إثبات قيمة الخسارة لأقساط الاهتلاك، عندنا هذه 681 حنستعملوها مع 28 شرطة، وعندنا 29 شرطة، يعني قيس الاهتلاك وخسارة القيمة. يعني نستعمل 680 مع إما تسجيل قيس الاهتلاك أو تسجيل خسارة القيمة. بالنسبة ل 683 هذه متعلقة بمؤونة الأخطار ومؤونة الأعباء الأخرى، يعني هذا تولي تمشي مع حساب 151 وهنا 158. بالنسبة لإثبات الخسارة أو زيادة قيمة الخسارة راح تكون بنفس القيد 683، إما مع 151 أو 158. في حالة استرجاع قيمة الخسارة راح نقلبوا القيد، يولي عندنا 151 158 مع حساب هنا عندنا 680، يولي لنا 783. يعني فكرة بسيطة، يعني حاجة ما تطلبش يعني مجهود كبير أو تعقيد ولا. بالنسبة الآن بقت لنا 685. 685 هي متعلقة بالأصول الجارية، وحنا في الأصول الجارية عندنا اللي تناولناهم كل من الصنف 3 39، وعندنا 491، يعني خسارة القيمة تاع المخزونات وخسارة القيمة للزبائن. في حالة إثبات الخسارة أو زيادة الخسارة القيد راح يكون 685، يا إما 39 يعني البضائع 390 أو التموينات أو المنتوجات مع 491 أو 685 491. هنا متعلقة بالزبائن. في حالة استرجاع
هذه الخسارة للمخزونات أو الزبائن راح يكون القيد بالعكس، يعني راح يكون 391 491 مع 785 في جانب الدائن. هذه بالنسبة لخسارة القيمة يكون من الزبائن والمخزونات. تبقى لنا الخسارة الأخيرة وهي غير مستعملة بكثرة، يعني التلاميذ، وهنا وضعناها خصيصا في هذا التمرين. هذه متعلقة بالعناصر المالية، والعناصر المالية اللي درستوهم عندكم نوعان، عندكم حساب 26 يعني خسارة القيمة تاع السندات مساهمة، وعندنا 591 الأموال خسارة القيمة لأموال مودعة في البنك. إذا تسجيل محاسبك شي يكون عند إثبات الخسارة تاع السندات يكون 686 296 بمقدار الخسارة، وفي حالة الخسائر المودعة في البنك راح يكون 686 مع 591. في حالة الاسترجاع راح نعكس القيد، راح القيد يولي بالعكس، يولي هنا عندنا 29 6 أو 591 مع حساب 786. استرجاعات المواد الخسائر والقيمة عناصر المالية. هذا تقريبا حوصلة شاملة حول خسائر القيمة المتناولة في أعمال نهاية السنة، يعني ما تطلبش جهد، بالعكس هذه خسائر القيمة تطلب شوية تفكير وشوية قراءة جيدة للموضوع، والتلميذ يجاوب بكل سهولة على هذه الفكرة. إذا عندنا هنا شفنا كل من المخزونات والتموينات، هنا عندنا زيادة وهنا عندنا استرجاع. الأولى زيادة راح نثبتو بنفس قيد الإثبات 685 مع 39 صفر اللي هي المخزونات البضاعة، وبالنسبة للتموينات عندنا هنا استرجاع هيكون عندنا 392 مع 785 تقريبا. هذا هو التسجيل المحاسبي. إذا عندنا 685 390 بمقدار 2000 نكتبوا زيادة في خسارة القيمة، وبالنسبة للتموينات عندنا 392 795 بمقدار 1500. الآن نجيو سؤال آخر، قالك هنا عندنا هنا يا فرق الجرد سالب. احنا نعرفوا الفرق الجرد سواء هنا مدوهنا الجرد المادي ناقص الجرد المحاسبي، يعني التلميذ يفهم ما هو فرق الجرد، هو الجرد المادي ناقص الجرد المحاسبي. يعني التلميذ الجرد المادي هو تقريبا القيمة المحاسبية المعطاة في ميزان المراجعة قبل الجرد، والجرد المادي يعطى، عفوا الجرد المحاسبي يكون موجود في ميزان المراجعة قبل الجرد، والجرد المادي يعطيه لك في التمرين. تحسب الفرق، هذا الفرق، هذا الفرق راح يخرجك يا اما موجب ام سالب. انت واش راح تزيد تكمل له؟ هناك عبارة يا اما يقول لك مبرر او غير مبرر، واضح؟ اذا هنايا فرق الجرد سالب غير مبرر، فرق الجرد سالب غير مبرر، غير مبرر سالب. هنا عندنا خسائر استثنائية تسجل حساب 657 مع البضاعة اللي هي 30، وجود فاتورة شراء بضاعة لكن الفاتورة لم تستلم بعد، هنا قيد عدم استلام الفاتورة، نستعملوا حساب 408. وعندنا هنايا وجود 382 تموينات مدينا بقيمة 30000. هنايا الفاتورة وصلت للمؤسسة لكن المخزون مازال ما وصلش، معناتها المخزون راه برا في الخارج، اذا نستعملوا حساب 37.2 مخزونات في الخارج. اذا التسجيل المحاسبي سوف يكون على الشكل التالي، عندنا 657.30 وهو فرق الجرد سالب غير مبرر قدره 5000، وعندنا 380.408 عدم قيد قانون عدم استلام الفاتورة، وهنا نقوم بترصيد حساب 380، ولدينا 372.380 مخزونات في الخارج له بمقدار 30000. إذن هذا هو تسوية المخزونات. عالجنا كل من التقارب البنكي والتثبيتات، والآن شفنا المخزونات، بقي لنا تسوية حساب الزبائن وخسارة القيمة المدعاة في البنوك وحساب 486. إذا كما قلنا قمنا بعلاج كل معالجة كل من التثبيتات والمخزونات والتقارب البنكي، بقي لنا الآن الزبائن. هنا الزبائن عندنا تقريبا 3 حالات في هذا الموضوع، عندنا زبائن مشكوك فيهم، يعني في الجدول أعطونا زبائن مشكوك فيهم. هذا الزبون مشكوك فيه، بالنسبة للزبون عمر قال لك يحتمل عدم تسديد 10%. الخطوة الأولى هنا ما مدوناش خسارة القيمة، هنرجع لكم نستمرين
في عجالة. هنا عندنا زبون عمر، ما بدوناش خسارة القيمة سابقة، قلنا الخسارة القيمة تحسب على المبلغ الأورتاكس، معناتها نقسمه المبلغ الدين تي تي سي اللي هو 166,140 قسمة 1.17 نضربوه في 30% يعطينا خسارة سابقة. بما أنه قالك هنا يحتمل عدم تسديد 10%، سوف نقوم بحساب خسارة القيمة الجديدة. بعد ذلك كي تكون عندنا قلنا عندنا خسارة القيمتين، دوما نحسبوا فرق الجرد، فرق الخسارة، يعني الخسارة الجديدة ناقص الخسارة السابقة، وش حيعطي لنا نتيجة موجب أو سالب، يعني إما نرفعه من الخسارة أو نقوم باسترجاع جزء من الخسارة. الآن عندنا زبون حسين كذلك، عندنا خسارة نحسبوها 40%، وعندنا إفلاس نهائي، نشوفوا التسجيل المحاسبي له. أما زبون أمين نفسه زبون عمر، نحسب قيمة الخسارة ويحتمل تسديد 40%، هنا حيخلصنا 40%، معناتها عدم تسديد ما يحشي خلصنا 60%. تسمى هنايا ننتبه للملاحظات، يحتمل عدم تسديد أو يحتمل تسديد. نرجع للحل تاعنا، إذا أنا زبون مشكون عمر هنقسمه ونضربه في 0.3 يعطينا خسارة سابقة قدرها 42,600. أما الخسارة الجديدة اللي هي الدين تي تي سي ناقص التسديدات على 1.17 في نسبة عدم تسديد، هنا نسبة عدم تسديد هي 10%، يخرج لنا 11,200. إذا الخسارة الجديدة 11,200 ناقص الخسارة السابقة 42,600 تعطينا هنايا استرجاع جزء من الخسارة قدره 31,400، راح نسجلوه في 491,785. هذا هو بالنسبة لتسوية الزبون عمر. روحوا الآن تسوية الزبون حسين، نفس الفكرة في حساب خسارة القيمة السابقة، لكن هنا إفلاس نهائي. هنا لما يقولنا إفلاس نهائي معناتها راح نحيو التسديدات، يهرب لنا رصيد تي تي سي. الرصيد تي تي سي هو الذي يعبر عن الخسارة الحقيقية بعد ما نحيوله قيمة التيبية. معناتها الرصيد تي تي سي نقسموه على 1.17 يعطينا مبلغ أورتاكس، هو الخسارة الحقيقية أو الخسارة الجديدة الفعلية مع الخسارة الموجودة السابقة في التمرين. راح نشوفه إما نقوم باسترجاع أو نضيف خسارة إضافية لتسجل في حساب 654. هنا عندنا الزبون حسين الرصيد تي تي سي اللي هو الدين ناقص التسديدات 46,800 نقسموها على 1.17 يعطينا 40,000. هذه 40,000 تمثلنا الخسارة الحقيقية الفعلية، وعندنا خسارة سابقة اللي هي 18,000. راح نشوفوا نحسبوا الفرق، الفرق هنايا راح يعطينا 22,000، يعني فرق موجب. هنا راح نضيف خسارة إضافية، لكن هنا الخسارة إضافية ما راحش نسجلوها في حساب 685 لأنها كان سجلناها سابقا، سوف تسجل في حساب 654. أما تي في نحسبوها الأورتاكس في 17 فهي 6,800، تي في تسجل في حساب 44,750. الخسارة أو الفرق الخسارة، فرق الخسارة الفعلي راح يسجل في حساب 654. الخسارة السابقة نقوم بترصيدها 491 مع 416 اللي هو الرصيد تي تي سي. إذا تسجيل محاسبي يكون بهذه الطريقة، عندنا 654 654 حساب الدين، حساب الدين 22,000، 491 خسارة سابقة 18,000، تي في 6,800، هنا هي الرصيد المشكوك فيه، رصيد زبون المشكوك فيه. لا يبقى لنا زبون أمين، روحوا نشوفوا زبون أمين. نفس الفكرة تاع زبون عمر، نحسبوا الخسارة السابقة نلقاوها 20,000، ثم الرصيد أو الخسارة الجديدة هي الرصيد أو الدين ناقص التسديدات قسمة 1.17. قلنا تي في إذا كان 17% راح نقسمه على 1.17، أما إذا كان تي في 19% نقسمه على 1.19 في نسبة عدم تسديد. هنا نسبة عدم تسديد هي 60%، لأن هنا نسدد 40%، فنسبة عدم تسديد هي 60%. إذا حنتخانى الخسارة الجديدة قدرها 54,000، 54,000 ناقص 20,000 حنقاو زيادة في الخسارة 34,000. قلنا الزيادة في الخسارة تسجل بنفس قيد الإثبات 685 مع 491 بمقدار 34,000. هذا هو تقريبا تسوية الزبائن المشكوك فيهم. الآن بقى لنا زبون عادي، وهو تقريبا تسوية تاعو تكون بسيطة جدا، يعني الـ TTC نقسموها على 1.17 يعطينا الأورتاكس اللي هو يمثل خسارة
الجديدة 72,000، التيفية تسجل في 44-57، وعندنا زبائن بمقدار الدين تاعو 84,240. هذا هو تقريبا تسوية الزبائن في هذا الموضوع. بقنا الجزء الأخير وهو أعباء المعاينة مسبقا. هنا المؤسسة سددت مصاريف تاع الإيجار تاع سنة كاملة، لكن مين وقتاش بدأت تسدد؟ بدأت تسدد في النصف الثاني من السنة، يعني 6 أشهر تاع السنة الحالية و 6 أشهر سنة. لا لا لا، احنا عندنا مبدأ في المحاسبة أننا نقوم بالتسوية تاع كل سنة، يعني الفصل بين السنوات. هنايا عندنا تسجيل تاع سنة و 12 شهر من 1 جويي 2018 إلى غاية يعني 30 جوان 2019، معناتها السنة الأشهر تاع السنة المقبلة راح ننزعوها، هذوك مصاريف سددناهم حاليا. إذا عندنا واش حيقول القانون تاعنا؟ 486 أعباء المعاينة مسبقا يساوي، يعني هنايا الأعباء 486 يساوي الأعباء الإجمالية نقسموها على سنة اللي هي 12 شهر في عدد أشهر السنة المقبلة. عدد أشهر السنة المقبلة هي 6 أشهر، تولي عندنا 300,000 في 6 على 12 تعطينا 150,000، تسجل في 486. وإذا كان مدونا مثلا حنايا المؤسسة قامت بتأجير، هنا نستعمل حساب 487، نفس الفكرة، نحيو الأعباء نديروا المنتوجات، وهنا القيد يتنقلب يولي عندنا من الغادي إيرادات مع 487. هنا عندنا المصاريف، معناتها القيد يكون 486,613 بمقدار 150,000. يبقى هذا الجزء الأخير اللي تكلمنا عليه هو خسارة القيمة للأموال المدعاة في البنوك. هنا الخسارة على الأموال المدعاة في البنوك لم تكن من قبل، يعني في ميزان المراجعة قبل الجرد أو في المعطيات ما كانش عندنا. أعطونا معلومة جديدة، يعني معلومات إضافية، قال لك بلغت هنا 20,000، معناتها هنا نديروا قيد إثبات الخسارة، وقلنا قيد إثبات الخسارة على الأموال المدعاة تسجل في حساب 686 مع 591 بمقدار 20,000. هكذا أعزائي طلبة قد أكملنا الحل النموذجي للجزء الثاني اللي هو أعمال نهاية السنة، واللي قلنا عليه هو موضوع أو جزء أساسي، يعني على الطالب أنه يأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات والقيود المحاسبية التي يستعملها. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي إن شاء الله في موضوع المحاسبة التحليلية، انتظرونا. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة صابي سيستمز. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ديزاد ديجيتال سكول. هني راسك ملي كرتوش تاع الامبريمونت ديالك مع خزان الحبر تاع الطابعة الجديدة كانون بيكسما جي سيريز، تقدر تامبريمي 12,000 ورقة بأقل من 2 دينار للطبع. موجود في شبكة توزيع صابي سيستمز.